زي ما قلت لكم امبارح كان في الملحق النهائي كمان لكأس العالم، كان في البرتغال مع السويد، ماتش كان في لشبونه، وكان في اليونان ورومانيا والاوكرانيا وفرنسا وايسلندا وكرواتيا. ده كان ملحق اوروبا امبارح، اربع مباريات مهمه جدا. يمكن المفاجاه الكبيره كان فوز اوكرانيا على فرنسا بهدفين، وفرنسا في يعني حتى ديشام بعد المباراه بيقول ان فرنسا املها بتبعد عن المونديال، نتيجه ثقيله جدا على المنتخب الفرنسي. ولكن واضح من اداء منتخب فرنسا في التصفيات انه كان اداء باهت في مباريات كثيره، وطلع مباريات كثيره متعادل وما كانش بيجيب اجوان كتير. يمكن اهي نفس النتائج نازله على الشاشه امبارح، فرنسا خسرت 2-0 في وجود ريبيري المرشح لاحسن لاعب في العالم، في وجود بنزيما راس حربه ريال مدريد، في وجود بوجبا اللاعب القوي والصاعد بسرعه الصاروخ في اليوفنتوس الايطالي، في وجود ايفرا كابتن مانشستر يونايتد وهو كابتن المنتخب، في وجود ابيدال طبعا نجم برشلونه السابق وموناكو الحالي. لعيبه كثيره جدا واسامي قويه جدا في المنتخب الفرنسي، ولكن ده لم يشفع عن الهزيمه بهدفين للا شيء في شوط واحد، بعد ما كان الشوط الاول 0-0، الشوط الثاني 2-0 لاوكرانيا، ومباراه صعبه. يمكن حتى كوشينلي اللاعب المدافع للارسنال اتطرد في اخر خمس دقائق. دي تصفيات امريكا الجنوبيه، طبعا عارفين مباراه الاردن والاورجواي والنتيجه بهزيمه الاردن 0-5، والكونكاكاف وفوز المكسيك على نيوزيلندا بخمس اهداف لهدف واحد. يعني واضح ان النتيجه هتبقى بصالح المكسيك والاورجواي، طبعا خمس اهداف كثيره على الاردن. نتمنى بس ان شاء الله ماتش العوده يبقى ماتش جيد وفريق الاردن تعمل ماتش كويس. دي طبعا مباراه يوم 16 النهارده السبت 16 في نيجيريا واثيوبيا، بكره ان شاء الله السنغال وساحل العاج، الكاميرون وتونس، والثلاثاء مصر وغانا، الجزائر وبوركينا فاسو. عارفين طبعا ماتش نيجيريا واثيوبيا انتهى اللقاء الاول بنتيجه 2-1 لمنتخب نيجيريا، وكان اثيوبيا هي اللي بتتقدم ب1-0، ولحق منتخب نيجيريا نفسه عن طريق ضربه جزاء ثم هدف اخر بهدفين لهدف. مباراه طبعا برضو في ظل المقدرات اللي احنا بنشوفها في كره القدم، ماتش رايح لناحيه نيجيريا لان نيجيريا بتلعب في ملعبها في وسط جمهورها وكسبت بره ملعبها بهدفين لهدف واحد. ان شاء الله كلها ماتشات نتابعها، وهنعرف برضو ماتش اثيوبيا ونيجيريا واحنا قاعدين معاكم في الحلقه، نطلع متهيألي الماتش هيتلعب او بيتلعب دلوقتي، نشوف هيبقى النتائج كام مع بعض.